في 25 إبريل 1940 ثلاثة من كتاب ورسامي الكوميكس وهم بوب كين، جيري روبنسون وبيل فينجر أصدروا العدد الأول من مجلتهم باتمان، وكان من بين شخصيات المجلة دي شخصية اسمها الجوكر. اتعمل لشخصية باتمان 55 فيلم ما بين أفلام روائية ممثلة وأفلام تحريك بداية من سنة 1966، ولسه السنة الجاية هيكون الفيلم 56. وطبعا شخصية الجوكر اللي تواجدت في عدد كبير من الأفلام غير الفيلم اللي صدر سنة 2019، الغريب ان الشخصية دي كان من المفترض انها تكون شخصية هامشية في كتاب باتمان وانها اصلا تموت من العدد الاول، لكنهم غيروا رأيهم علشان تبقى الشخصية دي بعد 79 سنة من كتابتها شخصية ايقونية في العالم كله، رغم انها على غير العادة لا هي بطل خارق زي سوبرمان وباتمان ولا هي شخصية بتدافع عن الحق او شخصية حتى ممكن الناس تتعاطف معاها، إلا أن الناس اتعلقت بيها وأصبحت أيقونة سنة 2019 في العالم كله. لكن شخصية الجوكر ما كانتش أول شخصية بالشكل ده، سبقها شخصيات تانية كتير، لكن الفكرة إن هم ما خدوش نفس الشهرة، بس أهمهم الشخصية اللي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة. وخلوني أحكي لكم الحكاية من الأول. في سنة 1897 ألف الكاتب الإيرلندي برام سكوتر روايته الأشهر اللي لسه العالم لحد النهاردة بيعمل كتب وأفلام على الشخصية الرئيسية فيها، لكن الشخصية المرة دي ليها أصل حقيقي وكان له جذور تاريخية استوحى منه روايته. شخصيتنا النهاردة ضربت الرقم الخاص بباتمان في عدد الأفلام المنتجة ليها. تفتكروا كم فيلم؟ لسه ما قلتلكوش الشخصية صحيح، بس عموما هم 60 فيلم اتعملوا عن الشخصية دي كلهم روائية غير 3 أفلام اتعملوا 3D ودول كانوا في الكام سنة الأخيرة. الأفلام الروائية بدأت من سنة 1922 لحد 2014، يعني من 92 سنة فاتوا، والشخصية لسه ليها جاذبيتها هي هي، وأكيد هيتعمل أفلام تانية عنها، وده لأن الشخصية دي تعتبر living legend أو أسطورة حية. أما عن الكتب اللي اتألفت عن مغامرات الشخصية دي، فعلى موقع الكتب الشهير Goodreads اختار 156 كتاب. ال 156 دول تم اختيارهم كأفضل كتب للشخصية، بمعنى ان دول مش كل الكتب، لا دول الافضل بس. طيب هل يا ترى حد قدر يستنتج ايه هي الشخصية؟ سيبكم تفكروا ثواني وارجع لكم بعد الفاصل. شخصيتنا النهاردة هي شخصية دراكولا، مصاص الدماء الأشهر في تاريخ السينما العالمية، والغريب إن زي ما قلنا في أول حلقة إن الشخصية دي حقيقية. طبعا أكيد برام سكوتر أضاف ليها تفاصيل تانية كتير، لكن نرجع لأن أساس الشخصية حقيقي. يمكن كتير مننا يكون عارف المعلومة دي، وخلوني النهاردة أحكي لكم حكاية الشخصية من البداية، من قبل حتى ما يتولد، ومنين جه اسم دراكولا، وتفاصيل كتير مثيرة وغريبة عن شخصيتنا النهاردة، فتابعوا معي. خلونا نبدأ من قبل ولادة شخصيتنا. لما عين ملك هنغاريا اللي هي المجر دلوقتي واللي أصبح فيما بعد كمان إمبراطور رومانيا، الملك سيجسيموند سنة 1431 القائد العسكري فلاد كقائد لعملية أو حرب اتسمت أخوية التنين، وده أكسب فلاد لقب جديد اللي هو دراكول واللي معناه في الرومانية التنين. إلا أن الكاتبة إليزابيث ميلر في كتابها عن شخصية دراكولا الحقيقية رجحت أن يكون اختيار برام سكوتر لفلاد الإبن اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة أن معنى الكلمة في اللغة الولاشية الشيطان، وده لأن فلاد الإبن أو شخصيتنا النهاردة اتعرفت بابن الشيطان. وفي سنة 1431 وكانت نفس السنة اللي اتولد فيها فلاد الثالث أو فلاد الابن في ترانسلفانيا برومانيا، واللي بيشوف أفلام 3D أكيد شاف سلسلة أفلام هوتل ترانسلفانيا الثلاثة واللي هينزل لها الجزء الرابع السنة دي، كان بطلها شخصية الكونت دراكولا. المهم نرجع لفلاد الأب اللي كان من أصل روماني واللي كان مهمته في الحرب دي وقتها هزيمة الدولة العثمانية. في سنة 1442 تم استدعاء فلاد الأب لاجتماع دبلوماسي مع السلطان العثماني مراد الثاني، وللأسف وقع في غلطة ما يقعش فيها أي عيل صغير، وهي إنه أخذ معاه ولاده الاثنين فلاد الثالث وراده، وطبعاً الاجتماع كان مجرد فخ وتم اعتقال الثلاثة واتخذوا كرهائن. بعد فترة تم إطلاق سراح فلاد الأب بس، لكن فضل أولاده الاثنين رهائن عند الدولة العثمانية.
وعلى حسب كلام المؤرخ الألماني ميولر إن الهدف من احتجاز أولاده كان لضمان تعاون فلاد الأب مع الدولة العثمانية، ويقال إنه تم تعليم أولاده هناك خلال فترة الأسر العلوم والفنون والتاريخ بجانب فنون الحرب وركوب الخيل. بيقول ميولر المؤرخ البحثي الحاصل على الأستاذية الفخرية من جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند في كندا، احتجز السلطان العثماني فلاد وأخيه كي يضمن تعاون والدهما معه في الحرب الجارية بين تركيا وهنغاريا. ووفقاً لرادو فلوريسكو وريمون ماكنالي الأستاذين السابقين في التاريخ في كلية بوسطن اللي كتبوا بعض الكتب عن فلاد الثالث وعن صلته المزعومة بشخصية دراكولا في كتاب ستوكر في السبعينات والثمانينات، إنه تم تعليم فلاد وأخوه الصغير العلوم والتاريخ والفنون خلال فترة الأسر عند العثمانيين، وأصبح فلاد خيالاً ومحارباً محترفا كمان، ويقال برضه تعلم القرآن. وخلال نفس الفترة دي كان فلاد الأب بيحاول استعادة منصبه كقائد للجيش، وللأسف ما قدرش، وخلع النبلاء المحليين اللي كان اسمهم بويرز فلاد من منصبه كحاكم لولاشيا. مش بس كده، دول كمان قتلوه هو وابنه الثالث ميريسيا، وده أخ غير شقيق لفلاد الابن، ورموه في مستنقع قريب من بالتيني. سنة 1448 بيقرر فلاد الابن استعادة منصب والده، وطبعا هيعتمد على مساندة مين؟ أكيد العثمانيين. وفعلا بينجح في السيطرة على المدن الممتدة على طول الدانوب شمال بلغاريا، وبياخدها من الحاكم الجديد فلاديسلاف الثاني. لكن فترة حكمه الولاشية كانت قصيرة، لأن تم خلعه بعدها بشهرين بس لما رجع الحاكم الأصلي فلاديسلاف من الحروب اللي كان بياخدها، وده كان بمساعدة ملك هنغاريا في الوقت ده. المهم بيفضل فلاد يغير ولاءه ما بين ملك هنغاريا والعثمانيين، وانا مش عارفة هنا هل هما الاتنين كانوا عبط لدرجة ان شخص واحد يضحك عليهم هما الاتنين. المهم بيوصل للصدارة سنة 1453 لما سقطت القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي في ايد العثمانيين، واصبحت اوروبا كلها مفتوحة لهم. طيب تفتكروا فلاد اصلا كان عنده كام سنة في كل ده؟ 22 سنة بس. نوصل بقى للجزء المهم، وهو ليه أصبح فلاد أسطورة شر. فلاد لما استقر بالحكم وكقائد للجيش طبعا كان له معارضين من نبلاء ولاشيا أكتر من المؤيدين، فوفقا للأساطير اللي تم تداولها إن هو كان بيدعو النبلاء دول للعشاء، وطبعا وقتها ما كانوش مبينين نيتهم، فكانوا بيقبلوا الدعوات عادي جدا، وخلال ما هم بيتعشوا كان بيؤمر بطعنهم ووضع خازوق بطول الجهاز الهضمي، ده غير إن هو كان بيمسمر أجسامهم، كل ده والباشا قاعد ياكل عادي جدا. ومن موقع تاني بيتكلم اكتر عن وحشية فلاد انه تفنن في ابتكار اساليب التعذيب، مش بس لاعدائه، لا ده كمان كان بيعذب الفقراء لانه كان بيعتبرهم عالة على المجتمع، فكان بيخزو الناس وهي صحية وبيسلخ رجليهم ويملحها امعانا في التعذيب، وكمان كان بيجيب معيز تلحس رجليهم. حاجات تانية كتير صعب ان انا احكيها، بس الخلاصة ان هو فعليا تفنن في كل انواع التعذيب سواء لمعارضي او للفقراء. نوصل لنهاية فلاد في أغسطس عام 1462 تم نفيه لهنغاريا، وده كان بعد ما فشل في الحرب. وتفتكروا معايا مين اللي مسك مكانه؟ صح زي ما توقعتوا كده، رادو أخوه الصغير اللي كان مأسور معاه في فترة العثمانيين، واللي فضل ولاؤه للعثمانيين زي ما هو، ومسك رادو ولاية ولاشيا بعد ما فلاد اتسجن. لكن رادو مات سنة 1475، والغريب ان المرة دي النبلاء المحليين هم اللي رجعوا فلاد مرة تانية للحكم، لكن بعد أقل من سنة وهو بيحارب العثمانيين مرة تانية اتنصب له هو مجموعة من جنوده فخ، واتقتل سنة 1476. لكن الحاجة الغريبة ان لحد دلوقتي محدش يعرف هو اتدفن فين بالظبط، الموضوع كله كان عبارة عن مجرد تكهنات عن مكان قبره. وبكده نكون حكينا حكاية اشهر حاكم سفاح في التاريخ، طبعا في غيره كتير، بس الكاتب الايرلندي برام سكوتر اللي صحيح غير كتير من تفاصيل الشخصية سواء التاريخية او حتى ان هو خلاه مصاص دماء، احتفظ بالشخصية دي كأشهر شخصية لحاكم سفاح على مر التاريخ.